السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة البرلمانيون، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة السفراء، الأصدقاء الأعزاء، في هذا الوقت الذي أتوجه فيه إليكم أدرك مدى هذا التاريخ الذي تم النسج فيه مصيرا مشتركا، حوار يعود إلى عصور قديمة. لا أستطيع هنا أن أتذكر كل السفراء الذين جالوا ضفتي المغرب منذ عصر النهضة، الاتفاقيات، الروايات على غرار القبطان ذلك البحار المهم وإدريس العمراوي الذي قدم للسلطان محمد الرابع نبأ الانتصار، وكان هناك أيضا السفراء بشأن التجارة وأمن البحر، ولكن كان هناك أيضا الفنانون حيث الذين كانوا يتوجهون إلى المغرب بنظرة قوية، دولاكروا، ماتيس، ماجورال، وكل الفنانين والرسامين الرحالة الذين نظروا إلى المغرب باحترام وإعجاب. نعم، نحن ننتمي إلى هؤلاء وهم الذين ينيرون ذاكرتنا المشتركة. نعم، إن كانت هناك بعض التعاملات غير المتساوية وعصر أيضا الانتدابات، والمغرب لم ينأى عن تلك عمل العنف للفترة الاستعمارية، وبعد ذلك كانت هناك اتفاقات واتفاقية فاس، وتم التأكيد على وجهة النظر، وكان آنذاك أيضا هناك رجال يسعون إلى احترام وأيضا حب هذه الإمبراطورية القديمة والعريقة. من بين هؤلاء لوي ماسينيون، جان بيرك، وإلى حد ما أوبير ليوتي، ولكن مع ذلك الجمهورية كانت عمياء بشأن ما كان يحدث لدى الشباب المغربي والذي سيمثله لاحقا محمد الخامس. وبعد ذلك هؤلاء الرواد الذين شكلوا لجنة فرنسا المغرب مع فرانسوا مورياك وفرانسوا ميتيران، وقاموا بدعم مع أميدي لوفيرف من أجل بناء كنيسة مدلين من أجل تحرير المغاربة. هذا هو التاريخ. التاريخ يستذكر أيضا شجاعة ماروك بريس، أنطوان مازيل، في عام 1954 لأجل إعادة السلطان الذي تم نفيه إلى مدغشقر، وكل هؤلاء الأحرار الذين سيمهدون الطريق نحو المستقبل. نعم، هؤلاء الأحرار مع جاك بيرك في إطار الوجدان الفرنسي في مركز جان فيدرين، الذين سيقوم بوضع الأسس الأولى في هذا المجال. نعم، احتاج الأمر إلى مسؤولين أساسيين مع السلطان محمد الخامس قبل أن نعود إلى المنطق والعقلانية، وأن عام 1955 إعلان سان كلو بدأ عهد جديد. نعم، آنذاك المغرب وفرنسا أبعد عن شعبهما حرب السنوات العشر في الهند الصينية، وأيضا السنوات الطويلة للحرب الجزائرية، وبالتالي تم التأكيد على هذا التاريخ بين البلدين، وهذا سمح لفرنسا والمغرب تجاوز هذه الجراح التي تعود إلى الفترة الاستعمارية. عندما تعود فرنسا إلى الماضي، إلى هذه العلاقات في
السنوات الثمانين الماضية تشعر فرنسا بالامتنان لكل هؤلاء الرجال الذين جاءوا من المغرب الذين جاءوا لفرنسا لتحرير فرنسا في منطقة بروفانس في وادي دوغون وحيث أيضا كل قوات فرنسا الحرة التي التزمت وفي كل مكان كانوا هؤلاء المواطنين بزيهم وبأسمائهم المختلفة دفعوا دماءهم من أجل حريتنا وكذلك عندما قال جنرال دوغول واعترف بسلطان محمد الخامس كما قمت ذلك في مقبرة سان غافائيل أريد هنا مجددا أن أعبر لهم عن احترامنا وعن امتناننا إذن تلك التضحيات وتلك الحروب ولكن كانت هناك أيضا فترة لقوى الحية من أجل السلام عشرات الآلاف من المغاربة الذين ساهموا بعد الحرب في بناء فرنسا وفي نشاطها الصناعي عاصمتنا مناطقنا مدننا مارسيليا ليون وتولوز لافغ ومونبلييه ليل ميس غرنوبل ومدن أخرى كلها شاهد على ذلك كلها شاهدة على ذلك من خلال هذه الجاليات المغاربية التي تعيش فيها والتي تشارك في حيوية فرنسا في هذا القرن. نعم الكثير من المنتخبين والرواد الأعمال والرياضيين من خلال أسمائهم وقيم الروحية كل هؤلاء يمثلون ما قدمته المغرب لما قدمه المغرب لفرنسا حتى تصبح فرنسا على حالها اليوم هنا في المغرب. فرنسا بقيت منذ استقلالها الشريكة الوفية لهذا المجتمع. أن الجالية الفرنسية الحاضرة هنا بكل تنوعها هي الأكثر عددا في أفريقيا. هناك أكثر من 44 مؤسسة في عدد كبير والآلاف من المغاربة معظم من المغاربة كل المؤسسات الموجودة في هذه البلاد تستضيف كل من يبحثون عن أفق من تعلم اللغة العربية للذهاب إلى فرنسا للدراسة أو للتواصل مع الفنانين والنقاش ونعم وهنا أيضا أريد أن أؤكد أكثر من 5 مليون فرنسي يأتون كسياحة إلى هذا البلد. نعم في كل زمان وفي كل مكان عندما نتحدث عن فرنسا والمغرب علينا أن نرى بأن نحن أليفون لسنا غرباء عن بعضنا البعض ليس فقط لأن سنوات الأندلس كانت إسبانيا بلد تبادل مع ثقافتكم في إشبيلية والجنوب كلها شهود على هذه الأعمال ونحن نستذكر هنا في مخيلتنا كل ذلك. نعم نرى كل هذه الأعمال التي هي تمثل هذا الحب الفرنسي المغاربي كانت موجودة في الأندلس ليست أوروبا وليست مغاربية هي مزيج في هذا البلد من المال والذهب وأستذكر هنا مقولة أراغون حيث هناك الأغاني والأهازيج والمدن وحيث الرياح تحمل عطر والروائح الطيبة. نعم فرنسا طلعت دائما بدور مهم كمعبر نحو أفريقيا ملموسة. نعم وبالنسبة للقراء الفرنسيين للكتاب من أصول مغربية وفرنسية بعضهم حاضر أستطيع أن أستذكر عبد الطيف العابي ليلى سليماني طاهر بن جلون والحائز على جائزة جوائز فرنسية مرموقة. نعم هذا هو أثر الأدب الواقع المغربي المعقد الثري والمتناقض أحيانا هو موضوع كبير هذا ما قاله طاهر بن جلون ويعطي أيضا هذه السرية لهذه
هذه الحيوية المهمة. وفي هذا الوقت مع جلالة الملك محمد السادس قررنا كتابة كتاب جديد معا. أريد أن أتشاطر معكم يقيني بأن هذه العلاقات ستتعزز. وفي هذا المجال أريد أن أشكر جلالة الملك على كلماته القوية التي عبر عنها في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إزاء فرنسا في هذا المكان. أحد أحرق الممالك في العالم، المملكة المغربية تتقدم بثقة، هذه الثقة بنفسها وبملكها، أن هذه الثقة بالتاريخ وبهذه هذا الشباب الذي يود مواكبة انبثاقها. أنتم أيضا تمثلون شعبا من خلال إرادة الملك يؤكد على التنوع، الحوار، التسامح لتكون قيما داخل الدستور وداخل المؤسسات. إن إسلام التسامح الذي ينادي به أمير المؤمنين جلالة الملك يمثل تحديا لكل أشكال التطرف. هذا الغنى في المغرب وهذا التنوع في عالم يسوده تسود الحروب واللا تسامح، هذه هي القيم التي تتقاسمها فرنسا بقوة والتي تؤكد على النهوض بها في أوروبا كجهة فاعلة على المسرح الدولي، ولكن من خلال بقائه بوتقة للتنوع الثقافي والفني والفكري وبفضل كل أولئك الذين ساهموا في ذلك. 25 عاما مضت منذ أن اعتلى الملك محمد السادس العرش في إطار أعرق السلالات في العالم وأحد وجوه التقدم التكنولوجي والصناعي أمامنا. وخلال 25 السنة القادمة هناك كل التحديات وكل الأمكانات من خلال التأكيد على هذه العلاقات، علاقات صداقة في هذه الذكرى. أرى في ذلك فرصة لو بل ضرورة لكتابة هذا الكتاب الجديد من أجل مواجهة هذه التحديات. هذه فرصة وواجب استراتيجي أن نقوم بالبناء بين بلدنا ولكن أيضا بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب والمنطقة المغاربية وأفريقيا، أن نقوم بكتابة مشروع من أجل التأكيد على إمكانية أفق جديد للأمن. وقيل الكثير في هذا المجال في إطار يوروميد أو الاتحاد من أجل المتوسط من بين مبادرات أخرى، وعلينا أن نؤكد هنا بأن الثمار لم يتم الوصول إليها بسبب الاضطرابات في شرق المتوسط وما حدث في ليبيا وفي منطقة الساحل وفي المنطقة المغاربية. وبالتالي فإن هذه الفترة هي حافلة بالمسؤولية وبالأمل الجديد. المغرب وفرنسا من مصيرهما إرساء شراكة استثنائية معززة بين بلدينا، وأن نقترح للأجيال القادمة خلال 25 القادمة هذا الكتاب الجديد ببصيرة بشأن الماضي ولكن متوجهين نحو المستقبل. وهذا الفضاء يجب أن يكون نظاميا، كل الشركاء يقبل أن يكون ضامنا باحترام والتزام. أفكر بالهجرة غير النظامية وضرورة تنظيم سلس في المجال القنصلي. الكل يدرك هنا بأنها مسألة ثقة متبادلة، هناك توقعات من التطلعات لدى الفرنسيين، نحن نتطلع إلى المزيد من النتائج. ونفكر هنا فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة جميع أشكال الإتجار التي تؤثر على مجتمعاتنا وعلى دول
دولنا. مكافحة الإرهاب أيضا الذي يجب أن يستمر في اتحادنا، ومكافحة الجريمة المنظمة أيضا، ولا سيما ضد المتاجرين مهربي المخدرات. ونحن بحاجة إلى عمل قضائي عن كثب وأوثق. نحن نعم الناضلة معا أجل بناء فضاء مضبوط للأمن والسلامة. هذه الأعمال من شأنها أن تسامح في هذه الشراكة الاستثنائية من أجل الدراسة والعمل عدة أيام، عدة أشهر، عدة سنوات، من أجل نسج العورة بناء على إطار واضح طموح، قائمة على قواعدنا المشتركة للسماح بانتقال الرجال والنساء والسلع ورؤوس الأموال، من أجل السماح بالأفكار والمواهب أن تتنقل بأريحية. يجب أيضا أن تكون فرصة لإعطاء المتوسط مهمتها الأساسية لتكون همزة التواصل. إن لم نقم بذلك ولم نخيل ذلك، وأن فقط قمنا بالتعامل مع التدفقات البشرية، هذا يعني بأننا نتنازل ونخنع ونكون في موقف سلبي. ليس هذا المستقبل الذي أريده لفرنسا، لأن فرنسا هي كبيرة وعظيمة عندما تفكر بأكبر من طاقتها. ونفس الشيء، وأنا متأكد بأن هذه الرؤية تتشاطرها المغرب مع بلدينا، وكانت فرنسا دائما إلى جانب المغرب من أجل مواكبة ديناميكيتها الاقتصادية والاجتماعية في مجال التربية والتعليم العالي، ولكن أيضا في هذا المجال فيما يتعلق بالشركات الفرنسية الكثيرة التي وثقت بالمغرب. وهذه الشركات التي تجعل من فرنسا أول مستثمر أجنبي في هذا البلد، أول جهة تقوم بخلق فرص العمل، ولا سيما فيما يتعلق بالوكالة الفرنسية للتنمية، والمغرب هو الشريك الأول لها في العالم، وفي استراتيجية واضحة لنموذجكم للتنمية، وأيضا فيما يتعلق بالمشروع الرائع الذي أوليتم من خلال هذا المشروع الثقة، فيما يتعلق بتطوير المغرب، فيما يتعلق بطرق طرق السلك الحديدية السريعة. نحن نواكب هذا أيضا فيما يتعلق من أجل التأكيد على خلق فرص العمل بالنسبة لشبابنا. غدا أستطيع، أنا سعيد من خلال المبادرات وبعض الظهر من خلال التبادل مع قطاع ألعاب الفيديو، حيث نقوم بإطلاق دورات تدريبية بدعم من مدرسة إليزاغ، ولا سيما في منطقة الصناعة ألعاب الفيديو التي تريد المغرب أن يساهم فيها. وأريد في هذا المجال أن أتحدث عن البنى التحتية، عن الطاقة، وكل القطاعات التي تجعل من الحياة مستدامة فيما يتعلق بمعالجة المياه النفايات والتعليم العالي. نعم، شبابنا وجامعاتنا وشركاتنا تريد العمل المزيد في هذا المجال. أريد هنا في مجال نحن نبقى فيه متنافسين، هذا المجال هو كرة القدم. نعم، لأن كلنا نعشق كرة القدم. إن مباراة كرة القدم بين فرنسا والمغرب عام 2022 تبقى دامغة في الذاكرة في عام 2022. نعم، إن لاعبيكم يشكلون ولعا لبطولتنا، وهي ربما تقوم بالتقارب بين أسهل من التقارب بين باريس سان جيرمان وفريق مارسيليا. وأتمنى أن استضافة المغرب لكأس العالم نهاية كأس العالم عام 2030 أن تكون فترة للتقارب بيننا، ولنشعر بكل هذه المشاعر الجياشة من جديد في هذا المجال. نعم، في كل هذه المجالات وفي المجالات الأخرى طموحاتنا واضحة، أن نطور معا شراكات استراتيجية من خلال التأكيد على التكنولوجيا والاقتصاد والفن ومجالات أخرى.
نعم من أجل أن نفعل الأفضل، ولكن أيضا أنا على قناعة بأن تعزيز مصيرنا في المجالات الأساسية من شأن ذلك أن يعزز تمسكنا بالمستقبل بين ضفتي المتوسط. تحديات هي كبيرة في تغير كبير في هذا المجال. كما تعرفون وكما أعرف، ليس هناك مستقبل لأطفالنا إن لم نستطع النجاح في الانتقال في مجال الطاقة ومكافحة الاحترار في باريس في عام 2015 وفي المغرب وفي مراكش من خلال استضافة مؤتمرات المتحدة للمناخ. بلدان اطلع بدور أساسي وبارز على المسرح الدولي. إن هذا الالتزام الذي نستمر فيه، وأريد هنا أن أشيد بالعمل الصارم الذي تقوم به في مجال المياه والتكيف. أعتقد أن القليل من البلدان الذين واجهوا هذا التحدي بكل هذه الحماسة وكل هذا الابتكار والاستراحة. إن طرق المياه وسياسات تحلية المياه في مدنكم من أجل مواجهة التحديات الزراعية وأيضا التحديات التي تواجهها المدن، وهذه التحديات ما تنفك تزداد. هذه المدن التي تستقبل كثير من السكان وكثير من الشباب، إن الوصول إلى المياه ومياه الشرب ومياه السقاية هو أمر ضروري، والمغرب في هذا المجال يستطيع أن يعلم الكثير باقي أنحاء العالم. وبالتالي فإن الطرقات السريعة إذا جاز التعبير المائية من شأنها أن تساعدنا في هذا المجال من أجل السيادة. في مجال الطاقة المغرب لديه موارد فريدة في مجال السدود توليد الكهرباء المائية، وأيضا هناك الكثير من مزارع الطاقة الشمسية والهوائية، وبالتالي يمكن للمغرب أن يكون طرفا فاعلا لمصادر الطاقة المتجددة سواء فيما يتعلق بالطاقة الخضراء. تستطيعون تخفيف من تخفيض غاز الكربون في صناعتكم، وتستطيع أيضا أن تقدم بصورة تكميلية من أجل تقديم وتزويد أوروبا بهذه الطاقة. أعتقد أيضا بأن مستقبل المتوسط يمكن أن يمر عبر هذا الممر، ممر الهيدروجين لتوليد الكهرباء الذي سيربط بين بلدينا. وهذه الطرقات الجديدة هي عبارة عن محاور أساسية للنمو في طرفي المتوسط. نعم، هذا مفتاح أساسي في مجال المنافسة، وإن اتفاقات التجارة الحرة من أجل بلدينا، وهناك فائدة للبلدين. وهذا الأمر سمح بجعل من المغرب منصة أساسية للصناعة الأوروبية والفرنسية في المرحلة الجديدة من العولمة التي نعيشها منذ فترة الجائحة. وفي الوقت نرى بعض السياسات غير التعاونية من بعض الأطراف والتي من شأنها أن تتعزز في المستقبل، وبالتالي فإن سلاسل القيم هي تشكل مسألة أساسية بالنسبة للتنافس بالنسبة لفرنسا وبالنسبة لأوروبا. نحن نفكر بصورة مستدامة من أجل دمج قيم سلاسل القيم بين أوروبا وأفريقيا. هذا مفتاح أساسي في هذه المناطق الجيوسياسية الكبيرة من أجل مكافحة التشتت التجاري، حيث بعض الأطراف قررت ذلك أصلاً. إذا أسس التعاون هذه يجب أن تكون واضحة، عقلانية، مستدامة وعادلة. بالنسبة للشركات الفرنسية هذا يعني أن تعمل مع المغرب وفقا للمصلحة المتبادلة، أخذين بعين الاعتبار الخدمات والجانب الصناعية. هذه المجالات الاستراتيجية ستكون في صميم اللقاءات الأعمال الفرنسية المغربية التي سأختتمها بعد ظهري اليوم، وأنا أعرب عن ارتباطها
لاجتياحي للمشروعات وأيضا للتوقيعات، بالإضافة التي وقعناها البارحة 21 اتفاقا من طرفي المتوسط. نحن على قناعة بأن رأس المال البشري سيكون الأمر الرئيسي لمواجهة كل التحديات، وبالتالي فإن مسائل التربية والتعليم العالي والتأهيل المهني هي أساس السياسات العمومية لبلدينا. إن المغرب وفرنسا تندرجان في هذا المكان في إطار فرانكوفونية حديثة، وهذا ما قمنا بالاحتفاء به في فيلا كوتري، وهذا أيضا فرصة لشبابنا. هناك أكثر من 220 مليون و500 مليون سيكون عدد الناطقين باللغة الفرنسية في عام 2050. نحن نواجه تحديا كبيرا، أولوياتنا هي أيضا هي أولويات الجهات الكبرى العالمية التي تريد أن تستغل وتهيمن على هذه الأسواق المواد الأولية، ولا يريدون تقديم أي هدايا لا للمغرب ولا لإفريقيا ولا لفرنسا. وبالتالي إذا أردنا أن نواجه كل التحديات التي ذكرتها، التحدي المتعلق بالمنافسة بالدمج في مجال الطاقة والمجال الرقمي والبحث في المجالات الرئيسية كالذكاء الاصطناعي في هذا المجال، علينا أن نقوم بالاستثمار بصورة كبيرة في التدريب والتكوين وتطوير أنظمتنا التعليمية والتبادلات التعليمية، وأن نقوم بالتكوين والتأهيل في جميع المجالات الحاسمة. نحن قررنا خلال هذه الزيارة أن نذهب إلى أبعد من ذلك، وأن نقوم بإجراء شراكات أكاديمية جامعية فيما يتعلق بمهن الصناعة والصحة والرقمي في المجال الرقمي، وأيضا الزراعة والأغذية، هذا مهم جدا للأمن الغذائي في بلدينا وللقارة. في كل هذه المجالات أي نستطيع أن نقوم بتأهيل المؤهلات والطاقات حتى يستطيعوا أن يسافروا وأن نحتفظ بهم. هذا تحدي أساسي، وبالتالي فإن هذا الشراكة، هذه الشراكات المستقبلية يجب أن تكون ملؤها الاحترام، وهذا أمر ضروري بالنسبة لشبابنا. في نفس الوقت علينا أيضا نقوم بإرساء الأسس من أجل التنقل، ولا سيما في مجال البحث والمشروعات وخلق فرص وخلق الشركات والمؤسسات. مبادرات اتخذت في مرحبا بها اتخذت في الأشهر الماضية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم العالي الفرنسي. المغاربة يحصلون على تأشيرات للانتقال، ونحن نستمر في هذا العمل مع المغرب للقيام بمثال نموذجي من أجل الاستفادة من ذكائهم في مشروعات مشتركة. إن التاريخ واللغة وهذه الأسس التي تم إرساؤها منذ قرون كلها تشكل أسسا ومحاسن بالنسبة للأجيال القادمة. علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا، إن لم نعمل في هذا المجال، أي إن لم نعمل في إطار طموح خاص شبابنا، فكلانا سنخضع لنداءات البلدان الأخرى التي ستأخذ كل هذه المواهب ومواردنا وتساهم في تضعيف شراكتنا، وبالتالي لأننا لم نستطع أن نستفيد من تلك القيم كل هذه المجالات. ما أدعو إليه وما أتمناه في كل هذه المجالات التي ذكرتها، أتمنى أن هذا الكتاب القادم لمستقبلنا كما ذكر العاهل محمد السادس، نتمنى أن تكون لدينا طموحات كبرى. بغض النظر عن بلدينا، نحن نريد كتابة صفحة جديدة من أجل المستقبل وتطوير القارة الأفريقية. نعم، خلال كل العقود الماضية فرنسا والمغرب بقيتا صديقتان في فترة الاضطرابات، وكانت فرنسا دائما إلى جانب المغرب في المسائل الوجودية التي واجهها المغرب. وأفكر هنا وبشكل أساسي فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ففي هذا المجال أنا أردت باسم فرنسا أن أوضح رؤيتي من خلال إرسال رسالة إلى الملك محمد السادس في 30 من تموز يوليو الماضي، وأنا أؤكد على ذلك أمامكم. بالنسبة
لفرنسا أن حاضر ومستقبل هذه الأراضي تأتي في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذه المسألة، وخطة الحكم الذاتي لعام 2016 هي الحل الوحيد لهذا النزاع وفقا لمفاوضات الأمم المتحدة. نعم، في إطار تاريخ احترام هذا الموقف، هو الموقف الذي ستسعى فرنسا لتنفيذه، والتي ستقف فرنسا إلى جانب المغرب في المحافل الدولية. وأقولها هنا بأن هذا الموقف ليس في عداء لأي شخص، هذا الأمر يسمح بفتح صفحة جديدة من أجل التعاون الإقليمي في المتوسط مع بلدان المجاورة للمغرب ومع الاتحاد الأوروبي. وأريد هنا بكثير من القوة المشغلون الفرنسيون والشركاء الفرنسيون سيواكبون تطوير هذه الأراضي من خلال الاستثمارات، مبادرات مستدامة لصالح السكان المحليين. بين المغرب وفرنسا إنه تاريخ بين أيدينا، تاريخ منفتح نحو أوروبا ومنفتح نحو أفريقيا. وأعتقد بأن هذه الرؤية تشاطرها الملك محمد السادس. إن الحوار بين القارتين من شأن أن يفتح طرق جديدة، ليس فقط الهروب والهجرة غير القانونية. وفي الاتحاد الأفريقي نريد أن نقول أن نؤكد بأن أفريقيا هي قارتي وهي منزلي كما قيل. ولذلك فأن هذه الشراكة التي نريد أن نعززها، وهذه الشراكة التي أنا أؤمن بها إيمانا عميقا، الكل يدرك بأن القارة الأفريقية هي القارة التي سيتم تحديد مستقبلنا فيها بالتعاون مع أفريقيا، حيث منظار الماضي قد تغير عن التعاون مع هذه الدول. والمغرب مع تاريخه وجغرافيته وثقافته ورؤية قادته، المغرب يؤكد على مصيره كهمزة وصل، كمنصة، كطريق فريد. إن استقراره واستدامته هي ميزات نحن نقر بها، وبالتالي من شأنها أن تفضي إلى مباراة مشتركة. ولذلك فإنني أؤمن إيمانا عميقا بأننا معا علينا أن نعمل وأن نشرع وأن نستطيع أن نستلهم من بلدكم ومن عملكم في الصحراء وفي الساحل. نعم، في هذه المنطقة نحن بحاجة إلى استقرار يحترم الشعوب ومشروعات لصالح الشباب، هي وحدها ستسمح بالاستقرار، ومن شأنها أيضا أن تضع حدا لطرق المأساة والإتجار من خليج غينيا إلى ليبيا التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أنا أعول كثيرا على هذه الاستراتيجية الجديدة التي فيها نستطيع أن نعمل في هذه المنطقة، حيث فرنسا بكل تواضع تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية جديدة تم اتهامها ظلما في هذا المجال. هي واجهت بعض الخلافات
وساهمت في إبقاء بعض الدول ضد الإرهاب. وأنا أتذكر هنا لأطفال بلدنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار منطقة الساحل في مالي وفي مناطق أخرى. نعم، هذه الشراكة الجديدة مع أفريقيا ومع هذا الجيل الجديد الذي نريد بناءه في الصحراء وأيضا في منطقة الساحل في مجال الزراعة والمشروع الطاقة والمجال الرقمي. نعم، هناك محاور في هذه المجالات نستطيع بناءها معا، بناء جسور الطاقة التي تحدث عنها، التأكيد على سياسات الأمن الغذائي، وغدا سنعمل في هذا المجال ونحن شركاء أصلا في هذا المجال من خلال كامبوس مع المغرب ومع أيضا الأكاديمية المستقبلية للمياه، ونحن في الخطوات الأولى لهذه الثورة القادمة. وأريد هنا أن أشيد بالدور الإيجابي في هذه الشراكة لبلدكم، هذا البلد الذي الدور الذي يطلع بلدكم مع الجوار من أجل التأكيد على العلاقات الثنائية ومستقبل هذه العلاقات الثنائية وتحقيق هذه المشروعات الطموحة. أنا اقترحت على الملك محمد السادس أن يكون هناك إطار استراتيجي جديد بين المغرب وفرنسا يمكن التوقيع عليه بعد 70 عاما من اتفاقات سان كلو في إطار زيارة دولة يجريها إلى فرنسا العاهل المغربي محمد السادس، وهو وافق على ذلك. مع العاهل المغربي نريد أن نكون هناك لجنة مشتركة من أجل تقديم أفكار اعتبارا من الفصل الأول لعام 2025 لإيجاد الملامح الأولى، وبالتالي المغرب وفرنسا سيكون أول بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. نحن ننخرط إلى هذا بهذه القوة في هذه المجالات، وبالتالي ستكون أيضا فرصة بأن هناك قيم مشتركة تجمع بيننا. وهذا الاتفاق من شأنه أن يقوم بحشد المؤسسات والشباب والمواهب من البلدين حتى تكون ضامنة لما نقوم بالتوقيع عليه. وهذا أمر أيضا سيسمح لنا بتسليط الضوء على تضامننا وأن نقوم بتوفيق أصواتنا على المسرح العالمي. وفي هذا المجال نحن نتوجه إلى شرق المتوسط، في هذه المنطقة من الشرق الأوسط التي هي غنية وقريبة بالنسبة لفرنسا والمغرب، واليوم هي تعيش في متاهة مع كل التداعيات المأساوية. في السابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 شكل هجوما همجيا قامت به حماس ضد إسرائيل وضد شعبها، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن شعبها ضد هكذا تهديد. إن فرنسا فقدت 48 من أبنائها واثنين من بين الرهائن المتبقين في غزة، ولكن ليس هناك أي شيء يبرر هذه الحصيلة في الأرواح البشرية في غزة ومن المدنيين. ولذلك يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة. وإن فرنسا من فكت تطالب بذلك منذ شهر نوفمبر الشهر الأول الماضي من أجل تحرير الرهائن وحماية السكان والسماح أخيرا بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. في لبنان أيضا يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار، وقف الأعمال العسكرية. نحن نعمل على ذلك منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشركاء الأمريكيين وآخرين. ولذلك وفقا لهذه الرؤية أنا دعوت إلى وقف الصادرات العسكرية إلى لبنان وإلى مجلس وقف الحرب في لبنان وغزة. وبالتالي إن فرنسا تدعم، نريد أن نسمح للشعب الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني أن يحصلوا على آمالهم بالأمن والسلام، وأن يستطيع جميع النازحين العودة بأمان إلى منازلهم.
الأيام. تعرفون التمسك التاريخي لفرنسا بحل الدولتين. علينا أن نقوم بإعادة إطلاق هذه المبادرة الرئيسية من أجل إدراج السلام في أجل طويل الأجل في المنطقة. أنتم تعرفون التزامنا الذي لا يتزعزع في مكافحة المعادلة السامية في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم. إن هذا الالتزام هو التزام لا يتزعزع، وأقول ذلك في إطار زيادة الأعمال المعادية للسامية. وأعرف أيضا بأن هذا العمل أيضا هو من إرث المملكة المغربية. نستطيع أن نعمل معا من أجل حماية التماسك المجتمعي والقيم التي نتمسك بها. في هذا التحدي المغرب من شأن أن يقدم الكثير. أريد هنا أيضا أن أشيد بعمل جلالة الملك محمد السادس، وهو أيضا رئيس لجنة القدس، وعلى التزامه الشخصي من أجل تقديم المساعدة الإنسانية السريعة للشعب الفلسطيني واللبناني الذين هم بأشد الحاجة إليها. وأحيي أيضا حشد جهودي وحشد جهود المغرب من أجل خفض التصعيد والعودة إلى الحوار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية في هذه الفوضى الحالية، حيث هناك المتطرفون من كل طرف. المغرب يحمل صوتا قويا وفريدا. هذا يبدو لي طريق العدل. نعم، طريق عادل يذكرنا بالتزاماتنا وقيمنا المشتركة، ويدعون إلى الوصول وتقديم الأمل إلى هذه المنطقة وإلى هذه الشعوب التي لا تملكها اليوم. أنا أعرف بأنه في باريس وفي الرباط نحن نتشاطر الهم نفسه ونعمل في الاتجاه نفسه. السيدات والسادة البرلمانيون، أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الرؤية البصيرة والمتبصرة للملك محمد السادس والإنجازات التي قام بها خلال السنوات 25 من تعليه للعرش هي تدعونا إلى التوجه نحو المستقبل. وحسب ما فهمتم هذا يعني بأننا معكم، وهذا ما أردت القيام به إلى جانبكم ومعكم. نتمنى أن تكون زيارة الدولة هذه أن نعمل من أجل كتابة هذا الكتاب الجديد، وتسمح لبلدينا بالتقدم بتصميم في هذا القرن غير اليقينية، من أجل التأكيد على صداقتنا، لعلنا نكون على مستوى هذا الطموح مستندين على تاريخنا وعلى شبابنا. عاشت المملكة المغربية وعاشت فرنسا.